النظافة الخارجية معلومة، فرشة السنان والسواك والحمام والدش وغسيل الإيدين والفم والأطراف دوريا، قص الأظافر، ترجيل الشعر، ده مفهوم. إنما النظافة الداخلية هي دي المشكلة. النظافة الداخلية ملهاش إلا وسيلة واحدة وهي الصلاة. ليه؟ لأن أولا هي إيه النظافة الداخلية؟ يعني إيه النظافة الداخلية؟ وهي إيه القذارة النفسية اللي عاوزين نزيلها؟ القذارة النفسية هي الأحقاد والأضغان، الكراهية، الغيرة المجنونة، الشك الأبلة، توافه الأمور، النزوات، الشهوات، القلق، الهواجس، الوساوس، كل دي قذارات داخلية. وكل ده بنطرحه ورا ظهرنا ساعة ما نخش على الصلاة ونقول الله أكبر في تكبيرة الأحرام، الله أكبر من كل التوافه دي، بنطرحها ورا ظهرنا وبنعتبر ربنا هو الوكيل وهو اللي بيتولانا وهو اللي هيحل كل المشاكل دي، ونخش على الرحاب الإلهي في حالة غسيل تام وخلوص، بنعمل حالة تخلي وتبري وطرح ورا الظهر لكل حاجة في لحظة. وعشان كده يجي هدوء داخلي غريب لحظة الدخلة في الرحاب الإلهي. دي هي النظافة الداخلية. ونسجد فتتنزل علينا الرحمات. الصلاة بهذا المعنى ضرورية جدا وملهاش بديل.